التجمع الذي اتفق منظموها على أن يحمل عنوان تجمع إرادة أمة يأتي بعد مسيرتين حملتا اسم كرامة وطن واحد واثنين في الأيام الماضية احتجاجا على تغيير قانون الانتخابات البرلمانية التي من المقرر أن تقام في الأول من ديسمبر المقبل. اجتمعت القوى السياسية مع تجمعات شبابية وبحضور نهج والجبهة الوطنية، واتفقوا بالتعاون مع الكل لإقامة فعاليات تجمع إرادة أمة بساحة الإرادة يوم الأحد القادم بإذن الله إن شاء الله 11/11، وسيكون فعالية وطنية بذكرى مرور 50 سنة على دستور البلاد، وأيضا لإبراز الموقف السياسي من الحراك الدار الآن الداخلية، وجميع الجهات ترخص أو تسمح باستخدام ساحة الإرادة للتعبير، وأيضا لن يكون هناك فيها مسيرة، إنما سيكون فقط فعالية تعبيرية. هذه الفعالية ليست باسم أحد، إنما باسم الحراك الشبابي والحراك الشعبي تحت عنوان تجمع إرادة أمة. جدد عضو مجلس الأمة السابق جمعان